من موقع الهيئة نت، القسم الإغاثي ومنظمة أم القرى يقدمان المساعدات الإنسانية للطلبة الأيتام النازحين من محافظة نينوى. ومن صحيفة المدى، أوامر شفهية من مكتب العبادي تعزل قائد شرطة نينوى. من موقع كتابات نجل، محافظ النجف اعترف بحيازته للمخدرات وسيحال مع متهمين لمحكمة الجنايات. ومن الجزيرة نت، حماس تستنكر إدراج واشنطن هنية بقائمة الإرهاب. من العرب الجديد نتابع الحشد، يسرع المشاورات لتشكيل تحالف انتخابي يعزل العبادي. ومن القدس العربي، فورين بوليسي، الحشد الشعبي، الطابور الإيراني الخامس في العراق والغرب. ومن الحياة، روحاني يحذر قادة إيران من مصير الشاه.